بعد ختام مشاركتنا في بطولة العالم الكاراتيه في جمهورية تشيلي، نفتخر بإنجاز لاعبينا ونشكر سعادة السفير على استضافته لنا اليوم في منزله للاحتفال بإنجاز أبطال العالم للكاراتيه اليوم، وبتمنى التوفيق لكل لاعبينا ومزيدا من التقدم والنجاح. منبارك لمنتخبنا الوطني الأردني للكاراتيه اللي أحرز 7 ميداليات ملونة، ومنبارك للشعب الأردني وللأردن في بطولات وفي الشباب اللي حققوا لنا هذه الميداليات، وهذا يعتبر إنجاز تاريخي بالنسبة لمنتخباتنا الأردنية. وإحنا كسفارة حاولنا كل جهدنا نقدم لهم المساعدة بالتنقل وفي تأمينهم وفي تأمين حركاتهم، وإن شاء الله نتمنى لهم ولباقي منتخباتنا الأردنية في بطولات مشرفة مثل ما حقق منتخبنا اليوم.